300 يعني اسم لعلي بن أبي طالب في القرآن، 300 اسم لعلي بن أبي طالب وين؟ في القرآن. ومنها هو العلي الحكيم، علي هو العلي الحكيم، وهو الصديق، قال بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا لهم لسان صدق عليا. بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم يا علي بن أبي طالب. بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، النعيم هو المولى علي. بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نعمتي هو علي. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الكتاب هو علي. بسم الله الرحمن الرحيم واجعلنا للمتقين إماما، الإمام للمتقين علي. هذه كلها وكل القرآن في حق علي. ينزل جبرائيل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي بن أبي طالب في غدير خم، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعبر أحدكم الصراط إلا وبيده صك من علي بن أبي طالب. قال ويحكم أنا أبو الحارث. أبو الحارث مين؟ هيكوني من كنات إبليس، يعني أنا إبليس. فقالوا له أمن شيعته؟ قال لا، أنت من شيعة علي؟ قالوا له، قال لهم إبليس لا أنا لست من شيعته ولست من موالي ولكنني أحبه. اسمع الرواية جيدا. الإسلام بني على خمس: الصلاة والصيام والزكاة والحج. الخامسة وين؟ والولاية. عفية، شنو الفرق بين هذين الأربعة والولاية؟ الأربعة احنا عندنا فروع الدين وأصول الدين. الأربعة شنو؟ فروع الدين. الولاية الإمامة شو يصير؟ أصول الدين. الرزق من الله ومن أهله.